اهلا وسهلا بيكم. لو انت عندك كويتش او عندك شبشب او عندك اي حاجه، الشبشب ده جديد وكويس جدا، لكن المشكله كلها ان يعني كعب الشبشب بيكون يعني ايه انكسر او ان هو فك او فرقع زي ما احنا بنقول كده. ايه احنا بنشوف اهوت الشبشب كويس جدا جديد جدا، والنعل بتاعه نعل طبي، يعني نشوف النعل، نعل الشبشب اتكسر او اتقطع وحصل فيه شقوق، لكن احنا بنشوف طبعا الشبشب ده يعني شبشب كويس جدا اهو. ادينا الوقت كده صلحناه، هنشوف ازاي الطريقه اللي نصلح بيها الشبشب ويرجع تاني كانه جديد بالظبط. تعالوا كده نشوف الطريقه السهله دي جدا، وانت في البيت هتعملها باسهل الطرق. لو الشبشب عندك لسه سليم يبقى انت اعمل الطريقه دي، لو الشبشب طبعا اتقطع يعني يبقى خلاص ارميه احسن. هنا برضك بنشوف صندل، ايضا بنلاحظ ان نعله، النعل بتاعه طبعا يعني وشه كويس جدا ما فيش فيه قطع ولا حاجه، لكن المشكله كلها في النعل، النعل او الكعب بدا ايه زي ما احنا شايفين كده فرقع او اتقطع. نعمل ايه في المشكله ديت؟ المشكله دي مساله بسيطه جدا. اول حاجه ان احنا نغسل الشبشب او الكاوتش او اي شيء عندنا نعله فرقع او نعله اتقطع من تحت، هنغسله كويس جدا، اهم شيء الغسيل، او حتى ان انت ممكن تسيبه في ميه لمدة طويلة عشان ايه نضمن ان النعل بتاعه يعني نضف بطريقة كبيرة جدا، يعني يكون ما فيش فيه اي اثر من الطين ولا اي حاجة خالص بين النعل وبعضه، النعل اللي هو المقطوع. هنغسل كويس جدا وممكن نسيبه في المية فترة طويلة. تعالوا كده نشوف بعد كده نعمل ايه. بعد كده هناخده ونسيبه في الشمس لحد ما ينشف زي ما احنا شايفين كده، نسيبه بره في الهواء في الشمس، نحطه مثلا في البلكونه لما ان هو ينشف. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان الطريقه ديت يعني كويسه جدا، هتوفر عليك كتير. لو الكاوتش بتاعك او الشبشب، شوف احنا هنعمل ايه بقى، هنجيب الامير او الصاروخ، يعني بيسمى الامير او بنسميه الصاروخ ايا كان، يعني هو مثلا معانا لا اما دهوت يعني اسمه امير، هو لاصق بيلزق يعني شديد جدا وبينشف بسرعه جدا، لإما إن احنا نجيب الصاروخ. ما هو الصاروخ هو إيه؟ الأمير، اسمه أمير، وده في منه مصري وفي منه برضك يعني إيه أو زي ما احنا شايفين ده، تلاحظ إن إيه إن عليه كله مكتوب إنجليزي بيكون أقوى شوية من اللي هو مكتوب عليه عربي. وعندنا الصاروخ برضك هو برضك الأمير برضك، وده لاصق شديد جدا. تعالى طبعا احنا في عندنا مثلا حاجات تانية بتلزق، مثلا زي مثلا ايه الكولا ديت، بنلاحظ ان هي برضك يعني متخصصة للأحذية. الكولا ديت بنلاحظ ان هي الكولا بتستخدم في الأحذية، لكن هي ضعيفة جدا، وانا بجرب التجارب ديت يعني طبعا، لان انا يعني كمل معايا الفيديو للنهاية، لان هقول لك التجربة ديت في الاخر ايه نتيجتها بعد شهر، يعني بعد شهر هنشوف نتيجة التجربة. هل الامير دوت او الصاروخ اللي معايا دوت، هل استطاع ان هو يلزق النعل كويس جدا وينجح في المهمه ديت كويس ويستمر التماسك، ولا ان هو فك تاني؟ طبعا احنا جربنا الكولا والكولا طبعا ما نفعتش. تعالوا نشوف بقى الامير هيعمل معانا ايه، نشوف ولازم نكمل لاخر الفيديو. شوف احنا هنبدا اوقات نحط بعد ما نظفنا كويس جدا، اهم شيء ان يبقى مفيش اي اثر للطين او التراب، وان يكون النعل نظيف جدا جدا. وهنبدا نملى النعل بالامير ونحط كويس جدا على كلا الجانبين عشان يحدث تماسك قوي جدا. هنشوف اهوت وبنحط طبعا النعل هنا، طبعا يعني بنشوف ان هو يعني متدمر خالص، طبعا يعني فتحه كبيره جدا، وانا بوريك اهوت الايه يعني الصوره تبقى واضحه، اللي هو الامير او اللاصق ده هوت، وهو بينزل وهو لاصق شديد جدا وبيجف بسرعه جدا وهيمسك في كلا الجانبين بشكل قوي جدا. طبعا احنا معانا الصندل ومعانا الايه الشبشب، هنعملهم الاثنين. ايه اللي هيحصل بعد ما حطيت الامير؟ هبدا افرد الشبشب جامد جدا، يعني اهو شوفوا زي ما انا ماسكه كده، ما سيبوش مرخرخ، لا يعني امسكه بشده واتنيه عشان يعني ايه كلا الجانبين يتماسك بشكل قوي جدا. هسيبه كده لمده كبيره يعني تتراوح ل 10 دقائق، هفضل كده ماسكه كده عشان يعني هتنيه تانيه كويسه عشان ايه كلا الجانبين يتماسكوا تماسك شديد جدا. اهو نسيبه كده معانا، ايا كان بقى معاك كاوتش معاك اي حاجه النعل بتاعها فك، يبقى انت تعمل الطريقه دي.
هنفضل كده فترة زي ما انتوا شايفين كده، لازم نمسك الصندل او الكاوتش نمسكه كده نتنيه تانية كويسة ونلحمه لحمة يعني قوية جدا. بعد 10 دقايق هناخد الشبشب او الكاوتش او غيره ونطلع بيه في البلكونة في الهواء ونسيبه ينشف ويجف في الهواء الطلق او في الشمس. نسيبه كده بقى لمدة مثلا تتراوح الى ايه، يعني هو بيجف بسرعة جدا، لكن احنا هنسيبه مثلا لمدة ساعة قبل الاستعمال. هنسيبه لمدة ساعة زي ما احنا شايفين كده الوقت قدامنا، هنسيبه كده في البلكونة وفي الشمس لمدة مثلا تتراوح من ساعة لساعتين. وبعد كده لو انت عايز تستخدمه بقى وتلبسه، البسه بعد ساعتين هيكون قوي جدا. وتعالوا بقى نشوف النتيجة ايه اللي هيحصل بعد مثلا بعد مرور شهر شهرين. هل اللاصق ده هو هيفك؟ هل الكعب والنعل هيبدأ يفك تاني ولا لا؟ اهو معانا الشبشب اهو، شبشب جميل جدا، والشبشب ده يعني نعل طبي على فكرة. والشبشب ده ايضا يا جماعة او الصندل ده كمان يعني بقاله عندي بقاله يعني اكتر من 3 4 سنوات، يعني بقاله مدة طويلة. نشوف بقى، تعالوا كده نشوف بعد مرور شهر هل النعل هيفك تاني. اهو بنمسح التراب، بنحاول نمسح التراب تاني، ده طبعا الملحوم اللي احنا حطينا عليه اللاصق، وده بعد شهر بنشوف. شوف شوفوا كده معايا، اللاصق اهو متماسك والشبشب قوي جدا، مع رغم انني بتنيه اهو، ورغم ان بقالي شهر بمشي عليه يعني مشي طويل زي ما انتم شايفين اهو. شايفين شايفين التماسك اهو، هو ده مكان اللحام القديم اهو، وانا بتني فيه وبفتح فيه، ومع ذلك الشبشب والنعال والنعل قوي جدا. تعالوا كده نشوف، شوف اهو. وعشان المصداقيه ايضا هوريكم الفردتين الاثنين اهمت، عشان ما حدش يقول مثلا انني يعني اهو، ادي الفرده اللي كانت سليمه قبل كده، ودي الفرده اللي كانت ايه، دي الفرده السليمه، دي اللي كانت سليم، ودي الفرده اللي انا يعني تم لصقها باللاصق زي ما احنا شايفين اهو. بعد مرور شهر كامل نلاحظ النتيجه ممتازه جدا. الفيديو دوت تم عمله يعني في مده طويله عشان نشوف التجربه ان هي الانجح، لكن طبعا الكولا وغيرها ما نجحتش وما اثبتتش يعني جدارتها في اللحام اهو. شايفين الامير او الصاروخ ممتاز جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.